أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله مثل
Ya. Sadaqallahul Azim.